يعطيكم العافية زميلاتي، اليوم الدرس راح يكون عن حل المعادلة التربيعية بيانيا. أول إشي قبل ما نبدأ راح نراجع عن الاقتران التربيعي. أول إشي الصورة العامة للمعادلة التربيعية هي ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم راح يساوي صفر. أول إشي مثال عنا سين تربيع زائد أربعة سين زائد ستة يساوي صفر. عنا أول إشي قبل ما نبلش رح نفرق بين المعادلة التربيعية والمعادلة الخطية. عنا المعادلة الخطية هي معادلة بكون كل حد فيها هو عدد ثابت في متغير واحد. مثال عنا أربعة سين زائد اثنين يساوي صفر. أول إشي وعنا المعادلة التربيعية هي معادلة، المعادلة يعني فيها يساوي والتربيعية أكبر أس فيها موجود تربيع. عنا المثال موجود بأول الدرس، ارسم منحنى الاقتران التربيعي قاف السين يساوي سين تربيع ناقص ثلاثة السين زائد اثنين. أول إشي بدنا نشوف المعامل الموجود مع ثلاثة السين والاثنين، لما يجي بده يقطع عنا الرسم البياني حنقطع في محور الصادات. أول إشي بدنا نفرق بين شو هو كيف بدنا نطلع الاقتران التربيعي. أول إشي بدنا نطلع أصفار الاقتران التربيعي. شو هو أصفار الاقتران التربيعي؟ يعني قطع الاقتران في منحنى السينات بنقطتين، يعني عنا سالب ثلاثة سين والاثنين في محور السينات موجود عنا نقطتين. هسا في سؤال، شو علاقة الأصفار الاقتران قاف بجذور المعادلة التربيعية مثل عنا هون المتواجدة؟ يعني إذا كان قاف السين اللي هو ألف سين تربيع وبا سين زائد جيم، حيكون عنا في المعادلة بكون ألف سين تربيع وزائد با سين زائد جيم بيساوي صفر. هي المعادلة المرافقة للاقتران الخطي. أول إشي في عنا معادلة اللي هي اثنين سين ناقص سين تربيع ناقص ألف يساوي صفر. عنا كيف بدنا نحلها بالرسم؟ أول إشي بدنا نطلع المعامل اللي بكون مع ألف والمعامل اللي بكون مع با. المعامل مثل، يعني بنحلها سالب با على اثنين ألف يساوي سالب با اللي هو سالب ضرب، طبعا المعامل الموجودة بين السالب والبا هي ضرب سالب ضرب اثنين على اثنين ضرب سالب واحد. طبعا ليش حطينا سالب واحد؟ لأن المعامل مع ألف بكون هو سالب واحد الموجود عندنا هون في المعادلة، سالب واحد بيساوي واحد. عندنا قاف السين حكينا هون اللي هي سالب ضرب اثنين على اثنين ضرب سالب واحد، وحكينا انه بتساوي واحد. عنا بدنا نجد هسا الصاد، هون احنا طلعنا محور السينات بدنا نجد محور الصادات. صاد تساوي قاف، بدنا نعوض مكان سين واحد يساوي اثنين ضرب واحد، عنا اثنين ضرب واحد ناقص واحد تربيع ناقص واحد ويساوي صفر. عنا المجموع يساوي واحد وصفر، اللي هو الواحد محور السينات والصفر محور الصادات. عنا ثاني مثال حنشوفه هو هون. إذا بدنا نرد نرجع لهذا المثال، لما بدنا نعوض، إحنا هون حلينا كمعادلة، بدنا هسا نرسمه رسم ونشوف كيف هو موجود على شكل الرسم وكيف بدنا نرسم المنحنى. حنرسم محور السينات ومحور الصادات.
نرسم المنحنى حيكون مثل هيك. عنا هون قطع الصفر والواحد مثل هيك، هذا حيكون عنا بطريقة الرسم. عنا ثاني مثال اللي هو مثال 3 و12 اللي هو خط مستقيم معادلته صاد تساوي سالب 3 زائد 1، منحنى الاقتران التربيعي قاف، قاف السين تساوي سين تربيع ناقص سين زائد 2. بدنا نجد نقطة تقاطع المنحنيين مع بعض. عندنا أول معادلة اللي هي صاد تساوي سالب 3 سين زائد 1. أول إشي اللي بدنا نسويه نحكي بنعوض صاد تساوي سالب 3 ضرب 0 زائد 1، عوضنا مكان السين 0 بتساوي طبعا بنحط زائد 1 هون، لا تساوي 1 اللي هي موجب، وبعدين عنا بنحط المجموع هون كان 0 و1. ثاني طريقة بنعوض مكان الصاد بنحط 0 حتى هون طبعا أجدنا اللي هو محور السينات، بدنا نعوض مكان الصاد 0 تساوي بنحط بتصير معادلة خطية، بنحط سالب 1 هون وسالب 1 هون، بتصير 1 يساوي سالب 3 على سالب 3 على سالب 3 وبتساوي سين 1 على سالب 3. هون حلينا المعادلة بأول وحدة اللي هي سالب 3 سين زائد 1. بعدين بدنا نحل المعادلة اللي هي ثاني وحدة قاف السين تساوي سين تربيع ناقص سين زائد 2. بنحلها قاف السين تساوي عنا هون بدنا نحل سين تربيع ناقص سين زائد 2. وهون بتكون أول إشي بدنا نسويه بدنا نجمع الحدود المتشابهة اللي هي سين تربيع تساوي 8 سين ناقص سين تربيع. بعدين بدنا نحط عشان نتخلص من الحد الثابت بدنا نحط هون زائد سين تربيع زائد سين تربيع حتى نتخلص من الحد الثابت. بعدين بنسوي تساوي 8 سين. طبعا هون بدنا نجمعهم حتى يساوي عنا المجموع 0، يعني بنسويها 2 سين تربيع. بدنا ننقل 8 سين لعند 2 سين تربيع، طبعا بدنا ننقلها حتى تحول اشارتها لسالب تساوي 0. بعدين هنسوي 2 سين تربيع ناقص 8 سين بتساوي 0 اللي هي بدنا نجمع إخراج العامل المشترك بيناتهم الموجودة كانت في المعادلة 2 سين، ولا المعادلات اللي ظلت عنا اللي هي سين ناقص 4 بتساوي 0. هسا عنا هون 2 سين، إما 2 سين بتساوي 0 أو سين ناقص 4 تساوي 0، والسين تساوي 0. إحنا هون وجدنا العامل المشترك في سين، بدنا نجد
العوامل صاد نجد صاد نعوض، بدنا نعوض القاف سين بالقاف سين والصاد اللي هي لأنها منحنيين اثنين، بدنا نعوض القاف والسين والصاد مع بعض، يعني نعوض القاف سين، وعندنا هون حكينا إن الصاد تساوي صفر، هي تكون صفرين. طب أول إشي ناقص ثلاثة اللي هي أول واحدة ناقص ثلاثة سين زائد واحد بتساوي بتساوي سين تربيع ناقص سين زائد اثنين. أول إشي بدنا نجمع الحدود المتشابهة، بعدين حنطرح من هون عنا هون زائد اثنين زائد ثلاثة هون، ونطرح زائد ثلاثة نطرح.